أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل على من مات في الجهاد حج لأنه لم يحج حجة الفريضة، ومن الأولى بالحج عنه؟ أفيدونا جزاكم الله عنا خيرا. الحج لابد منه حتى ولو مات بالجهاد، لابد من الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فإذا كان له تركة، إذا كان له تركة يحجج عنه من تركته، يقام من يحج عنه ويعطى نفقة الحج من تركته. أما إذا لم يكن له تركة فإنه يحج عنه من يريد الخير ونفع الميت من أقاربه أو غيرهم، من يتبرع له ويحج عنه له أجر عظيم في ذلك.